جديد بكرة الجمعة إن شاء الله الساعة 6 مساء الأهلي والزمالك المباراة الفاصلة لتحديد بطل كرة اليد للمحترفين البلاي أوف 3 انتهى إن الأهلي كسب الماتش الأول الزمالك كسب الماتش الثاني وبكرة المباراة الفاصلة 6 مساء في صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. الحقيقة فوز الزمالك بالمباراة الثانية شهد جدل كبير جدا عن التحكيم واحتجاجات واعتراضات وكل الناس اللي اتفرجت على الماتش شافت قد ايه التحكيم اثر بشكل مباشر بالطرد اللي كان بيعمله في توقيتات مهمه بالشكل ده اثر كتير على نتيجه المباراه. الاهلي كان الناس تحدثت من قبل على انه طلب استخدام حكام اجانب للمباريات الثلاثه لكن لم يستجب للطلب وبالتالي بقت الناس كلها عندها قلق شديد من تأثير التحكيم على المباراة الفاصلة يا باشمهندس. احنا نفضل نعاند ونفضل ندعي أي ومش فاهم ايه حكاية تحكيمنا بخير ما هو بخير يا سيدي لكن لما يحصل أحداث ما تتقي ما يعني تتقي الشبهات وتخلينا يعني الناس ترتاح لأي نتيجة. طيب عشان نقف على حقيقة ما حدث ورؤية الأهلي فيه كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي. كابتن ياسر مساء الخير تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير ازيك يا كابتن ياسر؟ استناني بقى أنا عايز أسألك بس الأول فضل. الطردين اللي خدوهم لاعيب الأهلي دول نتيجة يعني طرد مباشر ولا تكرار الديتين ولا إيه؟ لا هي الأولى طرد مباشر بتاعت إبراهيم المصري حسب القانون إن هي فيها خطورة على اللعيب. أنا من وجهة نظري إن أنا شايف إن اللعيب جاي وش لوش يعني في مواجهة إبراهيم المصري كان ممكن تمشي دقيقتين لكن هي خلال المباراة معظم الحالات التحكيمية اللي فيها شك أو ممكن يتجاوز عن خطأ معين كلها ضد الأهلي. يعني نفترض إن إبراهيم المصري يستحق كارت أحمر عشان كان فيها خطورة لعيب في الهواء والكلام ده كله واللعيب عدى فهو يعني كان واضح إن الدفاع على دراع اللاعب الخارج فدي ممكن تمشي كارت أحمر. كرة ياسر لا ممكن تعدي لأن ياسر كانت الخبطة كانت في ظهر اللاعب او في رقبته من ورا مش في وجهه زي ما ادعى الحكم ده حسب برضو اللي انا كنت شايفه. لكن في حالات تانية كتير كانت تستدعي دقيقتين على لعيب الزمالك. يعني في كوره لعبها سيسا من ناحيه الوينج لاحمد عادل الدايره كانت كوره رميه جانبيه اتشد عادل مشدود تماما للخلف والكره عدت وراحت اوت حسبها الحكم اوت. ازاي دي؟ هذه كانت واضحه جدا. ده كذا كوره بقى يعني انا لما رجعت الحالات التحكيميه يمكن انا عشان كنت في الملعب فاكر في حاجات كتير مش واضحه لكن لما رجعت بقى الحالات التحكيميه لما المحلل بعتها لي لا كان في حاجات كتير صعب ان هي تعدي وما فيهاش شك. يعني لعبه الهاندبول فيها حاجات كتير ممكن بتبقى فيها شك لكن دي حالات لا ترتقي للشك تماما والحاجات اللي هي كانت بين يعني ما فيهاش وجهات نظر حاجات واضحه. بالظبط حاجات واضحه جدا يعني من الاخر يا كابتن ياسر وانت احد القلائل اللي انا عارف انك يعني بتقول الحقيقه يعني او ما بتبقاش ميال انك انت يعني او تتزرع او تتحجج. يعني هل اثر التحكيم على حظوظ الاهلي في هذه المباراه؟ انا شايف ان الحالات اللي حدثت ديت تاثر نفسيا على اللعيبه. بمعنى ايه؟ انا لعيب لما ابتدي المباراه اعمل خطوتين يتحسب 4 مره ثانيه اجي ادخل يتحسب عليا مثلا فاول عكسي او سيميليشن زي ما حصل مع فوكس او اجي اعدي الحكم ما يدينيش حقي في الفاول او الدقيقتين. الحاجات دي كلها تأثر نفسيا على اللعيب خلال المباراة. لا دي مش نفسيا بقى دي بتأثر على نتيجة المباراة لأن لما يكون في حالات طرد ما تحصلش وإحنا حالات طرد بتحصل بشيء من المبالغة
وتحجمني انا كلاعب خلال المباراه. اه طبعا فنيا يعني طبعا بتأثر انا بالظبط، تبقى خايف. هي دي النقطه. طيب هل الاهلي احتج على التحكيم بعد المباراه يا كابتن؟ بعتنا جواب رسمي للاتحاد، مش احتجاج على المباراه، خلاص المباراه خلصت، ولكن الكلام ده اتكرر في اكتر مباراه. فاحنا بنحتج على مستوى التحكيم، مستوى التحكيم، او ان التحكيم مفيش فايده في حالات كثيره جدا بيجي على النادي الاهلي بدون داعي. طيب مش كان الاوقع الثلاث مباريات تدار بتحكيم اجنبي ولا الاتحاد رافض؟ الاتحاد رافض. رافض. طيب. طب احنا يعني كان يهمنا طبعا ان احنا نستقر الحقيقه. طب من الجمهور بايه في المباراه الفاصله بقى يا كابتن؟ لا ان شاء الله احنا الحمد لله يعني احنا لعبتنا جاهزين، احنا كل اللي احنا بنطلبه ان هو يبقى فيه عداله في التحكيم. لا بس انا استناني. حالات الطرد دي هتحول دون اي عنصر من العنصرين اللي اتطردوا؟ لا 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 الاثنين يعني انا عارف الاندبولت الكارت الاحمر بينتهي بالمباراه يعني بالضبط. المصري موجود وياسر موجود. موجودين اللعيبه كلها موجوده وعلى اتم استعداد وان شاء الله جاهزين لمباراه بكره باذن الله. ان شاء الله كل كان في لقطه جميله قوي بتاعه سيسا وبتاعه عادل لما لاعب الزمالك شادي محمد اتعور وهم اللي يعني شادي خليل شادي محمد ما بيتعورش خالص يا عم، كان مكتوب عندي اهو شادي محمد. شادي محمد بتاعنا ما بيتعورش. يمكن اسمه شادي محمد خليل يا ابراهيم، ايه المشكله؟ يمكن اسمه كده شادي محمد بتاع الكوره، لان لما لا يا ابني مكتوب اهو قدامك. ماشي. لا لاعب الداير شادي محمد. لا يعني اسمه شادي محمد لاعب الزمالك؟ بتاع. طيب اسمه شادي محمد، ليه بنشكك كده؟ ما خدتش بالك من لا خدت بالي، ما انا مش عايز الناس تفتكر ان احنا غلطنا في الاسم. لا طبعا اللقطه جميله جدا، احنا اشدنا بلاعب نهضه بركان لما التقط دونجا وحمام الاصابه كان ممكن تبقى مؤثره وجسيمه. النهارده اللقطه دي هي دي المعاني بتاعه الرياضه والحمد لله. ما هي الرياضه يا باشمهندس هي يعني احنا الفريقين بيتمرنوا والفريقين بيجهزوا وفي الاخر احنا النتيجه جوه الملعب الاحسن بيكسب، ولكن احنا كل ما نتمناه في المباراه ان اخد حقي زي ما الفرقه بتاعتي. احنا اللي نتمناه ان الاحسن يكسب، ما تبقاش الماتشات بالظبط، اصل دي رياضه في الاخر رياضه. لكن انا ما يبقاش انا فاول عكس ليا ابص الاقيه بلنتي عليا. بعدين في اخر المباراه ما اكون مغلوب يديني هو نفس الفاول العكس يدهوني فاول عكس. طب ليه؟ طيب فهي دي النقطة بس. هي دي النقطة أو النقاط، ولكن المشهد الجميل بتاع لاعبي الأهلي هم بيحملوا لاعب الزمالك كانت الحقيقة حتى استحقت إشادة واحد بحجم الاعلامي زي الاستاذ محمد شبانه، ما بتفوتوش الحاجات دي. عايزين الصور دي تتكرر وينتهي بقى والنبي فكره ان التحكيم يكون يعني بيغير مسار مباريات. بالظبط. يا رب الماتش الجاي يعدي على كل خير. كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك يا كابتن. باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن ياسر لبيب رئيس قطاع كره اليد في النادي، واعتقد الاخطاء التحكيميه كانت مؤثرة فعلا في نتيجة المباراة. نتمنى انه التحكيم بكرة يكون عادل ويدي كل فرقة حقها. ده في كرة اليد يا باشمهندس.